طبعا من خلال متابعتنا لأهم الأحداث العلمية، في مجموعة من العلماء صنعوا كمبيوتر بمواصفات خارقة وأطلقوا على هذا الجهاز اسم كمبيوتر حي أو كمبيوتر حيوي. قصة الموضوع ده بيقول إنه مجموعة من العلماء في السويد قدروا إن هم يزرعوا خلايا الدماغ البشري في المختبر وبيستخدموها في إنتاج الكمبيوتر الذكي. خلينا نعرف إيه تفاصيل التطور التقني من الدكتور أحمد سلمان الأستاذ المشارك لشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون اللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور أستاذ أمينة. صباح النور أستاذ محمد. صباح أهلا وسهلا دكتور. استخدام خلايا من دماغ الإنسان في صناعة كمبيوتر بمواصفات وإمكانات خارقة، مش عارفة، حاجة احنا مش متعودين نسمعها، واعتقد انه ابتكار كبير ويخوف كمان. خلينا نبسط الموضوع اكتر ونعرف فايدة من مشروع زي ده ايه. هو حقيقي زي ما حضرتك بتقولي، العلماء السويديين اللي عملوا الموضوع قالوا احنا متعودين على الموضوع ده في الخيال العلمي، واول مرة ان احنا نبدأ ان احنا نعمل حاجة زي كده في حاجة في الحقيقة في الواقع. هي الموضوع ان هم عملوا حاجه اسمها يعني خلايا جذعيه، والخلايا الجذعيه دي هي بتحاكي الشبكات العصبيه اللي موجوده في مخ الانسان. حاليا الذكاء الاصطناعي بيستخدم الحاجه زي برضو الشبكات العصبيه، بس كلها شبكات عصبيه يعني بتتقال عليها شبكات عصبيه مجازا، هي اللي هي النيورال نتوركس، ودي برضو اللي هي ارتفيشال يعني الصناعيه، وكأن اللي هي عندهم نيرف بتحاول يعني. تحاكي بالظبط بالظبط. لكن اللي عملوه دلوقتي ان هم فعلا عملوها عن طريق الخلايا الجذعيه. طب ايه يعني ازاي عملوها؟ هي بتبقى مبنيه في المختبر، يعني عاملينها في المختبر زي ما بيعملوا زراعه الاعضاء وبعض الاعضاء والحاجات دي، ما بتتعمل في المختبر. عملوا أنسجة بتحاكي الأنسجة اللي موجودة في الخلايا المخ والشبكات العصبية اللي في المخ، معلش دكتور وقدروا المقاطعة، إن هم خلايا يخلوها. جذعية حقيقية ولا محاكاة ليها؟ يعني عاملين حاجة أقرب ما لا تكون، ولا إحنا بنتكلم في سيلز عايشة حقيقي؟ مظبوط، جميل قوي السؤال. لا، خلايا جذعية حية، بس هي الفكرة إن هم بيقدروا يخلوها حية لمدة 100 يوم بس، بعد كده بتموت. احنا الخلايا اللي موجوده اللي خلقها لنا ربنا اللي في المخ دي احنا بنتولد بيها، مش خلايا متجدده زي بقيه الخلايا اللي موجوده في جسم الانسان. خلايا المخ بالذات بتبقى هي زي ما هي، وبتفضل تقدر ان هي عايشه لمده 80 و90 سنه من غير ما يحصل لها حاجه. لكن الخلايا اللي هم عاملينها دي بتقدر ان هي تعيش بس 100 يوم، ولازم بيحطوها في حضانات، وهي ده بيبقى يعني زي الكفر بتاع الكمبيوتر، وعشان يقدروا ان هم يمدوها بسوائل ومغذيات معينه بحيث ان هي تفضل عايشه. تفضل طب عايشة هي قد ايه الفكره ان مثلا؟ هو هل ليها برضه بيشتغل عمر ازاي؟ افتراضي ولا ممكن تكمل؟ 100 يوم. لا بقى، ما هو 100 بعد يوم. ال 100 يوم حضرتك بيقولوا بيحطوها في حضانات عشان تفضل مكملة شوية. لا لا، ده هي اصلا لما بيعملوها لازم اول ما بيبداوا يستخدموها لازم يحطوها في حضانات ويدوها تمام. مكملات عشان تقدر تعيش ال 100 يوم دي. يعني الموضوع كله 100 يوم. لا، وبعد كده بقى بيحطوا خلايا جديده، يعني هي بيجددوا الخلايا، لازم يجددوا الخلايا، وعندهم طريقه ان هم يجددوا الخلايا. طب هي الفكره ان هو بيشتغل ازاي او بيعمل ازاي، يعني ازاي ده بيبقى كمبيوتر؟ هو بيشتغل بنفس طريقه المعالج العادي اللي هو المعالج البيانات اللي موجود في اي كمبيوتر، بس الطريقه ان هو عشان يقدر يحفزه بيبدا يديله زي اشارات كهرباء باقطاب، بيوصل اقطاب بيه كهربائيه وبيبدا يديله اشارات كهرباء عشان يحفزه ان هو يقدر يعالج او يمشي في مسار معين، بحيث ان هو لما ياخد البيانات يبدا يطلع منها نتائج. طب برضو ما هي الخلايا دي حيه، هتعرف منين اذا النتائج دي بطلعها صح ولا بطلعها غلط؟ هو بيديله تحفيز تاني. احنا المخ الانسان مثلا لما بيبدا ان هو يحس ان هو في حالة كويسة بتبدأ مادة الدوبامين يحصل لها إفراز، فهو بيستخدم نفس الموضوع ده إن هو بيخليها يعني بيعرض مناطق فيها لأضواء معينة بحيث إن هي تفرز مادة الدوبامين لما تطلع نتائج صح، ولما تطلع نتائج تمام. غلط ما بيديهاش، طيب فالخلية بتبقى عايزة الدوبامين. تمام مفهوم. طيب عايزين نعرف بس الفرق ما بين الجهاز ده والجهاز ده، يعني ده القيمة المضافة بتاعته ايه؟ هيفيد البشرية في ايه؟ حلو قوي، جميل. هو دلوقتي
اسرع كمبيوتر تقريبا موجود دلوقتي حاجه يعني، او واحد من اسرع الكمبيوترات اللي موجوده حاجه اسمها فرونتير. فرونتير ده عاملاه شركه هيليوت باكرد، ده يعني كمبيوتر اللي هو سوبر كمبيوتر، وبيستخدم حوالي 21 مليون ميجا وات عشان يقدر ان هو يشتغل. بنفس السرعه دي تقدر تعمل كمبيوتر من اللي هو النظام البيولوجي اللي بيتكلموا عليه ده، وبيستخدم حوالي 20 واط بس. فهو تقريبا بيبقى اقل 1000 مره طاقه مستهلكه منه. واحنا دلوقتي في مشكله كبيره بسبب موضوع الطاقه ده، لان كل البرامج اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج والحاجات دي كلها تستخدم طاقه عاليه جدا. انك تعمل تبدا ان انت تمرن سيستم على الذكاء الاصطناعي ده بيستخدم كتير قوي، يعني زي تشات جي بي تي مثلا عشان يتعمل اخذ وقت كبير واستهلك طاقه كبيره جدا. فحاجة زي كده ان انا هقدر ان انا اعمل حاجات ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي وبرامج اللي هي بتحتاج طاقة كبيرة على معالجات اللي هي البيولوجية دي اللي ما بتحتاجش طاقة خالص. فدي اهم حاجة فيها، يعني ان هي ما بتستهلكش طاقة. بس الحاجة بتستهلك التانية حاجات تانية، بتستهلك حضانات، هي مش رينيوبل أو مش متجددة، فهي بتحتاج إعادة تصنيع من أول وجديد. أعتقد ده برضو مجهود، ومجهود كبير بيضاف طبعا احنا بقى الموضوع النتيجة اللي طالعة، يعني بيدينا الأكيرسي أو الدقة بما يتناسب مع المجهود اللي معمول. جميل، السؤال الموضوع بدائي جدا يعني، لغاية دلوقتي احنا لسه في البدايات خالص يعني. يعني هي الشركة اللي عاملة الموضوع ده اللي هي فاينل سبارك اللي موجودة في سويسرا، بدأت ان هي تفتحها للناس عشان او يعني مش للافراد، للجامعات. وانا كنت بعت لهم من اسبوعين عشان عايز ابدا اشوف ازاي بيستخدم وايه، لان هم فاتحين فعلا اللي هو عن بعد، ان انت تقدر تستخدم الكمبيوتر بتاعهم عن بعد وتبدا ان انت تعمل ابحاث عليه. بس فالموضوع لسه بدائي يعني، لسه مش عارفين ايه قد ايه هو هيكون ريلايبل، او قد ايه هو هيكون يعني نقدر نستفيد منه، او ان احنا نقدر فعلا نعمل عليه البرامج اللي احنا بنستخدمها حاليا او الحاجات اللي احنا بنستخدمها عليه. فاحنا لسه في البدايات بسبب الموضوع ده. ممكن الموضوع يطلع في الاخر يعني على ما فيش، ان هو فعلا ان احنا مش هنقدر ان احنا نبقى الموضوع يعني مش سستينبل، ان احنا مش هنقدر ان احنا نستهلك الموضوع ده او نمشي في الموضوع ده مدة طويلة، لان بسبب زي اللي حضرتك بتقولي احنا عايزين حضانات، عايزين سوائل، عايزين نغذي الحاجات دي. فالموضوع مش عملي، ممكن يبقى مش عملي، وممكن هي مشاكل هندسية يعني محتاجة حلول، تقنية في وفعلا هي البدايات، حلول في ويكون فترات الجيل متصاعبة. الثاني والثالث عندهم فرصة أفضل إنهم يقدموا نتائج بالظبط أفضل. دكتور أحمد سلمان، بالظبط، الأستاذ المشارك للشبكات والاتصالات بجامعة جيمس ماديسون، شكرا جزيلا، ووضحت لها تفاصيل كتير كانت غايبة عننا في الموضوع ده. شكرا جزيلا ليك.